عباد الله، من الأشياء التي يحتاج الناس إليها غالباً في الشتاء التدفئة بالنار التي توقد بالحطب أو تمد بمواد الطاقة، ومن أحكامها في الشرع الحكيم أن الله جل وعلا جعلها مذكرة بنار جهنم لينزجر العباد عن الغي ويجتنبوا المعاصي ويفيئوا إلى ربهم سبحانه وتعالى ويتوبوا من جميع الذنوب قبل رؤية نار جهنم. قال تعالى: نحن جعلناها، أي النار في الدنيا، تذكرةً ومتاعًا للمقوين، أي مذكرةً بنار جهنم التي قال الله تعالى عنها: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وقال سبحانه عن نار الدنيا: جعلناها تذكرةً ومتاعًا للمقوين. أيها المسلمون، استمتعوا بالنار في الدنيا وتذكروا العظة فيها، واحذروا ما ينشأ عنها من أخطار تحيط بكم، فإن الله تعالى جعلها نعمة، فلا تتهاونوا بها فتكون عليكم نقمة في الدين والدنيا. من ذلك عباد الله أن المصلي ينبغي له ألا يستقبل النار حال صلاته، فإنه في هذه الحال، أي إذا استقبل النار، يكون متشبهًا بالمجوس عبدة النار. ثم عباد الله، إن الإنسان ينبغي له أن يتوقى النار لأجل ألا يتسبب في حريق نفسه وأهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. فينبغي للناس أن يتذكروا هذا التوجيه النبوي الكريم، وأن يحذروا أخطار النار بتركها حيةً في البيت وهم نيام، أو بما يحصل من أنواع التوصيلات وغير ذلك ما يحتاجه الناس لأجهزتهم في بيوتهم. ينبغي أن تكون هذه الأجهزة أمينة ومتينة، وأن تكون بعيدةً عن عبث العابثين وعن حركات البهائم وغيرها.